فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تجاوز الميقات وهو لابس ملابسه المعتادة وكان قد دخل في الإحرام خشية أن يرجع من قبل رجال الأمن، فهل يكون هذا؟ يا أخي لا تحرم وأنت ممنوع، لا تحرم، ما يجوز له يحرم وهو ممنوع، ما معه ترخيص ولا معه، ما يجوز له هذا، هذه عبادة ما يكون فيها تلاعب، يكون فيها حيل، ويكون فيها نعم، ما كلفك الله بهذا، نعم.